مبروكه مبروكة مرة أخرى. هذه 11 و16 دقيقة، لقاء 11 اليوم الاثنين يكون مع الوصفات المنزلية مع مقترحاتكم أنتم يا مستمعينا. التواصل معنا رقمنا الهاتفي هو 05 37 70 59 39. نمشيو لحظة إلى مدينة تارودانت ومعنا منى. لالا منى صباح الخير. صباح الخير، شخبارك؟ لاباس الحمد لله، علينا وعليك الله يبارك فيك. صحة ولا بس تمنيتو. اللهم امين يا رب. لا يخطيك، نهار كبير هذا، نهار كبير عندنا اللمونة. لا يخطيك، شكرا. تفضلي شنو كتقترحي علينا اللمونة؟ ان شاء الله مش نعطيكم واحد صابلي واحد الحلوة ديال الكوكو سميدة. الحلوة الخالط كنقولوا نحن الشمال، حلوة الخالط ديال الخالط. واخا لالا حنا معاك، ناخذوا المقادير ان شاء الله. نبداو الصابلي. اييه واخا. 250 غرام زبدة، زبدة عادية العبر، واحد كاس العلبة ديال السكر كلاصي، نعم، جوج بيضات، واحد كاس العلبة الميزينة يكون ممسوح، كاس ديال النشا، واحد لاباني، وطبق حسب الخليط، نعم، هذه ما فيهاش الخميرة. من الاحسن الصابلي ما بقاش نعملوا لها الخميره، عرفتي؟ باش ملي كنورقوها، ملي كنورقوها كنورقوها على الرقوقيه ديالها، كتبقى هيداك، كتبقى هيداك. حنا عملنا لها الخميره باش تدخل الفرن باش تنفخ. نعم، من الاحسن الصابلي ما نديروا لها الخميره، من الاحسن. وراه فيها البيض، البيض هو راه كينفخ. ايه، مع البيض والخميره كتنفخ. هي من الاحسن كتزي هذيك اللي غادي نزديو، هذه الصابلي اللي كنزديو. نعم، عندنا فيها ربعه ديال الزبده ديال العبر، كاس ديال العنبه ديال السكر كلاصي، جوج ديال البيضات، كاس واحد ديال العنبه ديال النشا، ساشي وحده ديال لافاني، والدقيق بحسب الخليط. اللي ما بغاش يعمل لافاني يعمل حمضه ليمونه محكوكه. ليمونه، فهمتي؟ نعم. طريقه كنفرشو، كنرشو مايزينا النشا في الطيفور، ونطلقوا عليها العجينه، ونرشوا بالمرشوم اللي بغينا. نعم، هذاك الكاس ديال النشا واش غيدخل في العجينه ولا غير غنرشوه؟ لا، هذا في الخليط، الكاس ديال النشا في الخليط، داخل في الخليط. وعاد خصنا عاوتاني كميه اخرى اللي غادي نورقوا بها. ايوا، كنعملوا الزبده، كنعملوا الزبده في شي بنيوي ولا شي كسيعه، كنحكها في سكر كلاصي باش كتسمعك معاوت مزيان. كنحكوها حتى كترجع في حال الطوماط. نعم، سكر كلاصي. كنزيدوا لها البيضات، ونزيدوا لها النشا، نزيدوا لاباني، نجمعوا بالطحين. نعم، الطحين كنكبوا غير بشويه بشويه، ما تكون قاصحه، ما تكون خفيفه. والنشا كيخليها كتجي هشيشه رطبه. هي الحلوه، هي الحلوه النشا كامله. انا دابا هذه ديالي الغله وكنعمل فيها النشا وكنقاسم الطحين، فهمتي؟ اييه، باش كتجي زوينه. وكنفرشوا، كنرشوا النشا فوق الطيفور. اييه، وكنقاسطوا شديتو هكا بيدنا، كنعملوا ملي كنطلقوا بالدلك. فهمتي؟ نعم. ملي كنطيبوها، ملي كنطبعوا نسالي ونطيبوها، النار تكون هيلة بالفران، والطابع اللي بغينا، المرشم اللي بغينا. فهمتي؟ نعم، المرشم. هي هاد العجينة هادي تخرج منها الطبيصة مشكل، فهمتي؟ نعم، هاد العجينة أنا كنعمل بها الطبيصة مشكل، شكل من هنا ومن هنا ومن هنا. المرشم اللي عندنا في الدار كلهم نستعملوهم. إيوا، غير البوطة تكون مهينة، ما نعملوش العصير مجهدة. تكون البوطة مهينة باش كطيب وتبقى بيضة، بيضة شوية ما نحمروهاش بزاف. إييه، وداك الشيء اللصق اما بناطاج، اما كوفيتير، اما اللي يعجبو باش يلصق يلصق. ولكن الاساس هو هذه العجينه فيها. انا نعاودها معاك اللمونه. عندنا ربعه ديال الزبده، كاس واحد ديال العنبه ديال السكر كلاصي، جوج ديال البيضات، كاس واحد ايضا ديال النشا، ساشي وحده ديال لافاني، والدقيق بحسب الخليط. كنعجنوا هاد العجينه هادي، وملي كنبغيو نطلقوها ولا ندلكوها كنرشوا عليها النشا، ماشي الدقيق. الدقيق كيزيد يقصح العجينه، النشا دائما كتبقى هشيشه. ايوا، النشا كتعملك حتى تسريح بالحلوه، الرغايه، كل شيء. نعم، نعم. حتى الرغايه الا بغينا نجينا نطلقوها كنعملوا النشا مع الزبده. مع الزبده ولا الزيت؟ مع الزيت، مع الزيت. كنحكوها مزيان، حنا كنطلقوا في المرغي، حنا كنورقوا بها، كيجيو مرقين بالشهوه منهم، كيجيو هشاش دائما. نعم، مازال عندك حوايج اخرى؟ ان شاء الله. منين طيبوا هاد المايزين، هاد الحلوه، منين طيبوها ها هي طابت. دابا كنهزوها من الطاوه. شتي هذاك القاع اللي كيكون في الطاوه؟ نعم، هو اللي هو اللي كنلصقوا، ما كنخليوهاش، فهمتي؟ ما كنديروا على هذاك القاع. ايوا، كنقلبوا على
ايوا كيرجع على وجهه فهمتي فاش كتجي ملصقه مع بعضياتها مع وتا هو بحسب المرشم اللي درنا هي دابا المرشم اللي كان ولكن ملي كتكون هي كطي فوق الطاوه كتعطي له واحد اللمسه كتكون ملموسه القاع هذاك هو اللي ندهنوا نلقى معايا اخر نعم فهمتيني نعم نعم فهمتك واضح حليوه الاخرى ان شاء الله نشنتك هذه حتى هذه كنعملها انا اخر كيقرب العيد بيومين عاد كنعملها هذه غريبيه ديال الكوك والسميده نعم فهمتي فيها زلافة سميده زلافة الزيت زلافة معوطة ماشي كبيرة وماشي سبيتو معوطة ديال الطوس متوسطة سبعة البيضات نعم واحد الخمارة شو حنا عندنا في الشام واحد الخمارة كبيرة بيضة ياك شحال فيها ديال الجرامات فيها شي 20 الجرام 20 الجرام يعني خصنا ثلاثة من هاد الخمارات الحمرين اللي كنستعملو ياك حمضة محكوكة تكون أحسن تكون حمضة بلدية تكون محكوكة نص كيلو ديال الكوك ونص كيلو السميدة الرقيقة فهمتي دابا ندوزو الطريقة نعم هذاك سبعة البيضات وزلافة الزيت زلافة السميدة كنطحنهم في الكاس اش كتقولوا له في خلاط كهربائي ايوا هذاك الكاس الزيت والسميدة والبيض ياك كنخلطوهم مزيان ونكبوهم عاد نحكو الحمضة كنعملوش الحامض في الكاس باش ما يتخلط تنكبوه في البانيو عاد كنحكو الحامضة نعم باش تبقى عاطية الجهد ديالها ونزيدو داك الكوك ونزيدو داك السميدة وعندنا سكا كلاصي اللي تزين ايه والما زهر اللي تزين كنجمعو داكشي كامل شي بنيوي وكنخليوه يرتاح ربع ساعة كنعملو شي زلافة ولا شي طبسة هكا مسرح درنا الخميرة خميرة كنعملها في الاخر الخميرة ونخليوها ترتاح ياك كنعملو طبسي فيه الماء زهر وطبسي فيه سكا كلاصي داك الطبسي اللي فيه سكا كلاصي يكون سكا كلاصي كتير فيه فهمتي يكون طبسي عامر ايوا عامر يكون سكا كلاصي سبيسيال باش كتجي زوينة هادي نعم كنعملو يدنا في الماء زهر وحنا في البانيو ما نعملوش يدنا في الماء داك الزلافة نعملها حدا داك العجينة في وسط البانيو باش هداك الزهر كينقد كينطق عليها ايه كنكورو يدنا هكا وكنلوحو في هذاك السكا كلاصي نلوحو ثمان اربعة الحبات فهمتي وكنمنضوهم مزيان كنخشيو يدنا تحت السكا كلاصي ما كنقيسوهاش هي كنهزوها في السكا كلاصي وكنبقاو نقلبو نعم والطاوة نفرج فيها هذاك الكاغي ديال الحلوة كنحطوها نقول لك دابا الطاوة كنحطو فيها اربعة باش حيت هي كتشرح شوية ونصفي اربعة ما نزيدوش حدا بعضياتها على اي نحطوها من بعد بحسب يعني كل وحدة الطاوة ديالها هي الحكمة ديالها تمرمط في السكر كلاصي مزيان نعم كنحطوها ونحطوها في شتيتو والفران يكون مهيل حتى هو كنعمرو الطاوة ديالنا ندخلوها الفران كنسبقوها لتحت فهمتي نعم حتى كتشق هي انا شفتيها مشقوقة ما تقولكش عقلك انت انا اللي عدلت فيها كتعطي واحد كتعطي واحد المنظر كيحمق وتبقى بيضة ما تحمرش نعم فهمتي تبقى بيضة ما تحمرش ونجبدوها نحطوها في شتيتو فوق اللورنية ونخليوها النهار كامل بحال دابا صوتها الفلاشه نخليها الليل كامل هي في الصينيه تتجمع تتبرد تتبرد كاع تيضرب فيها الليل اللي حيدناها تفرتت ايوا هي ملي كتبات هي ملي كتبات الصباح كتهزها كما كتهزيها كتبقى هي الديكور ديالها في السكر ديالها هذيك كتجي بحال غريبه ديال اللوز بحال من الوزه ديال اللوز هي انا كليتها كتشحال لك من الوزه ديال اللوز لا هي ملي كتشق وداك السميده وداك الكوك يعطي واحد اللون صفر من الداخل كتجي كتحمق هذه نعم نعاود معاك المقادير منى عندنا زلافه وحده ديال السنيده متوسطه زلافه وحده ديال الزيت وسبعه ديال البيضات كناخذوا هاد الزيت والسنيده والبيض كنعملوهم في الخلاط الكهربائي من بعد كنضيفوا عليهم المبشور ديال الحامض لوزاس ديال الحامض حامضه وحده محكوكه كنضيفوا عليهم نص كيلو ديال الكوك نص كيلو ديال السميده وعندنا قياس ديال 20 غرام ديال الخميره الساشيد الخميره اللي كاينه هنايا عندنا في الداخل فيها 7 ديال الغرام حتى ل 8 ديال الغرام نديرو قياس 20 غرام يعني واحد جوج ونص حتى ل 3 صافي كنخلطوا هذا العجين هذا باليدينا كناخذوا السكر كلاصي كثير في واحد الطبسيل وعندنا الماء الزهر كنديروا كويرات في الماء الزهر في يدينا ونفندو في السكر كلاصي مزيان حتى ما كتبقاش تبان لينا ويبان لنا طبقه كثيره ديال السكر كلاصي نعم كنحطوها في الطاوه
اللي راها مفرشي لها البابي كويسون ولا البابي سلفيغيزي على حسب كل واحد شنو عنده، ونديرو بحسب انها راه كتفقع يعني كتشق وكتزيد كيضعف الحجم ديالها، وندخلوها الفران في الاول على عافيه مهيله من التحت، ومن بعد عاد كنشعلوا عليها الفران من الفوق. الاساس انها ما خصهاش تحمر بزاف، خصها تبقى شي شويه بيضه. هادشي اللي كاين. نعم، اللي عنده الفران كيشعل غير التحت بلاش ما يشعل الفوق. شو اللي عنده الفران كيشعل التحت يخشيها التحت تتحمر ويجبدها ويعملها فوق بلا ما يشعل الفوق. خليها عافيه وحده، خليها كل واحد كيعرف القياس ديال الفران ديالو دايما. لا حيت الا شعلنا عليها العافيه من الفوق ماش تحمر عاود من الفوق. نعم تبارك الله عليك منى، وشكرا على كل هذه الوصفات. نتلاقاوك ان شاء الله في اقرب فرصه. انتم ايضا مستمعينا يمكن لكم تتصلوا بنا وتشاركوا معنا كل الوصفات اللي عندكم.